السلام عليكم ورحمة الله. هذا في معنا جيب الاكزز 2015 LX570، كان عنده مشكلة في الصوت، الصوت كان طافي بالمرة، ضبطناها لها الآن ما شاء الله تبارك الله. هذا الآن الصوت شغال معنا. العرض الأول الإيجابية اللي ظاهرة، والعرض الثاني السلبية، يعني هذه أعراض عشان شغال معنا ما شاء الله. شغال معنا ما شاء الله. عليها ضمان؟ شوف كلهم والله تقدر تسمي لو 20 عادي. لا لا ما يعني راضي. ليش سميت سلبية؟ لأن هي طبيعة. في بناء ما شاء الله تبارك الله شغال معنا. ها حبيبنا وش رايك؟ مضبوط؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا حبيبنا يبارك لك.